يا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بيتكلم لكم على موضوع مهم يتعلق بإزالة المغرب من القائمة الرمادية للضرائب. فقد انتقل المغرب مؤخرا في هذا المجال إلى اللائحة والقائمة الخضراء، وقد عبر المغرب عن ارتياحه لقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج البلاد من القائمة الرمادية الخاصة بالدول غير المتعاونة في المجال الضريبي وانتقالها إلى القائمة الخضراء. وبحسب المصدر ذاته، فعن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون بشكل إيجابي الإجراءات المتخذة، وأن الجهود المبذولة المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية، لافتا الانتباه إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية على المستوى الضريبي تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي. وقد أكد البيان ذاته أن هذا التطور يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال، أي المجال الضريبي، مشيرا إلى انخراط المملكة المغربية في ملائمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي، متمنا مسلسل الإصلاحات التي انطلقت منذ قانون مالية عام 2018. وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بن شعبون قد زار بروكسل في فبراير الماضي، حيث التقى بنظيره الأوروبي الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وهو ما جعل هذا التقييم الإيجابي يكون متوقعا وفق البيان. والقرار الأوروبي الجديد الذي رأى فيه مراقبون أنه يضاف إلى سلسلة قرارات أوروبية تؤكد على وحدة التراب المغربي والتطور المتلاحق لمسلسل الإصلاحات المؤسساتية المغربية. اعتبره البعض أيضا نقطة تحول مهمة ستنعكس على مجال العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية. بخلاصة، فالمغرب مؤخرا انتقل إلى قائمة ولائحة اللائحة الخضراء للضرائب، وتمت إزالته من القائمة الرمادية للضرائب. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمار غيف، المرجو المشاركة والتشجيع. شكرا لكم وإلى اللقاء.